نحن ولله الحمد لا نصنع كما تصنع. وهذه البروباغندا التي تتكلم عنها لا كان يقول كان الشعير رمتني بدائها وانسلت. أنت الآن ما تقول شوف عجيب لا تصنعون ما نصنع. طيب ما تقول في رجل يرى أبا بكر ظالما؟ رجل رأى أبا بكر ظالما أو كافرا؟ إيه ظالما 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 خائنا غادرا. الظلم أي إنسان يستطيع أن يظلم، لأن الصحابة لما قال لما نزلت الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة رضوان الله أقل الصحابة وأينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلى ما تذهبون، وإنما الظلم هنا قول لقمان الحكيم إن الشرك لظلم عظيم. تعلم أن هذا ليس هو مورد النزاع، ليس المسألة مسألة دقية، إنما لما يقال فلان ظالم فهو يقصد به العرف أنه رجل ظالم أي ساقط العدالة، هذا هو المقصود، ليس المسألة دقية كظلم الإنسان لنفسه مثلا وما شاكل. نقصد أن حينما أقول أنا أعتقد أن أبا بكر ظالم مثلا، فهذا لا 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 ليس عندنا هذا. أدري ليس عندكم هذا، ولكن هل تراه هذا الشخص الذي يقول هذه المقالة منحرفا مبتدعا زائغا عن الحق؟ من يرى أبا بكر ظالما؟ نعم، إذا كان يقول بأن أبا بكر ظالم أي. هذا لا نقول أنه مبتدع ويبقى مسلم. فعلي بن أبي طالب والعباس مبتدعان إذن عندكم أنتم، لأن نحن يعني أنا أعرف أنك تريد أن تأخذني إلى الحديث أيه. الذي قال علي بن أبي طالب للعباس الذي روي عندنا. نعم علي بن أبي طالب هذه لم يعتقد وإنما رأى. تفضل لا ليش أتفضل، أنت تفضل أفع عليك القناة قناتك، بس تفضل. شيخ محمد شكرا جزيلا على التصال. لا أصغر خلي يجاوب الرجل خلي يجاوب. الشيخ بلا ضحك بلا ضحك بلا ضحك. يعجبني أن أسمع ضحككم. أنت الآن تورط أم ماذا؟ أخبرني يعني تورط أم ماذا؟ أنت قلت هذا مبتدع الذي يرى أبا بكر ظالما مبتدع، فعلي والعباس مبتدعان أم لا؟ أنا عندي علي والعباس فوق رؤوسي ولا أستطيع أن أتكلم فيهما ببنت شفه، وأعلم أنك أنت أعتقد أن العباس ظالما. سأترك العباس، احنا نحتج عليكم بما لديكم. أنا أجبتك أنت سألتني. نلزمك بما لديك، أنت قررت قاعدة. هل تعتقد أن عليا والعباس ظالمين؟ قلت لك حاشا، علي والعباس رضي الله عنهما وأرضاهما. قلنا شوف أنت لأنك وضعت يعني كأنك وضعت قاعدة، قلت الذي يرى أبا بكر ظالما فهو مبتدع، ومع ذلك يبقى عليه حكم الإسلام. وما أتعجب أيضا من هذا الكلام، لأنه نحن نراه ظالما ولكنك لم تجري علينا حكم الإسلام، قلت أنتم لستم بمسلمين عندي على أي حال. كلامك ينقض أوله وآخره وآخره أوله. أنت تراه كافرا إيه أراه كافرا نعم، ولكن في دار الدنيا منافقا كان يجري عليه حكم. لا تقول لي كلامك ينقض أوله وآخره، ولذلك سألتك إيه؟ هل ظالما أم كافرا؟ فقلت لا ظالما. يا أخي اجمعهم كلهم سوية، شوف اجمع لك كل مجموعة مصطلحات، ظالما كافرا خائنا زنديقا منافقا، كلها على بعضها يطلع أبو بكر. طيب كلها على بعضها. أما كلامنا إجراء الحكم على أبي بكر في دار الدنيا لأنه منافق أي يبطن الكفر ويظهر الإسلام يجري عليه حكم المسلمين، هذا الذي نقول. أما أنت تقول من يراه ظالما بمعزل عن كونه كافرا أو غير كافر، هذا مبتدع. أنت تقول هذا مبتدع، وقد صح عندكم أن عليا عليه السلام والعباس كانا يريان
أبا بكر ظالما. فما تقول؟ وين؟ علي بن أبي طالب والعباس كان يريان أبا بكر ظالما، ظلمهما في ماذا؟ في أي شيء؟ إن شاء الله ظلمهما في سلب شعيرة. يلا المهم أنهما رأياه مو فقط ظالما، ظالما خائنا غادرا، شنو فاجرا أو آثما؟ آثما. أربع أشياء كل واحدة منها عبارة عن نيوكلير ويبن، كل واحدة منها عبارة عن قنبلة أو سلاح نووي. ماذا تفعل؟ فكر. أفكر؟ لا أفكر. أنا هذا الحديث الذي تريد أن تذكر. طيب أذكر الحديث، أذكر أين طلعوا لي الحديث دخيل الله، طلعوا لي ده الحديث، طلعوا لي الحديث. أنا عارف الحديث، أنا عارف الحديث. إيه طيب إيه تعرف الحديث إيه هسه جايك الحديث. جايك الحديث. جاك. هذا صحيح مسلم هذا؟ ها؟ لا أنا ما أريد البخاري، صحيح مسلم. لا مسلم. إيه. طلع لي صحيح مسلم الله يرضى عليك. اي هذا صحيح مسلم هذا. البس نظارتك زين. وين بداية الحديث؟ شيخ محمد. نعم. متى تعلن تشيعك؟ متى تعلن تشيعك؟ أنا لا أسمعك. متى تعلن تشيعك؟ وأنت متى تعلن سنيتك؟ هذا الحديث في مسلم، عندك مسلم؟ أنا لا الآن. لا تفضل. طيب رقم الحديث 1757 عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم فقال لي يا مالي، يعني تصغير مالك، إنه قد دف، بس لحظة حتى أطلع هذا عفوا، إنه قد دف أهل أبيات من قومك. إحنا مقدمة الحديث لا تعنينا صحيح، لأنه حديث طويل، خلي نروح إلى محل الشاهد. نعم. إيه. فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر نعم، فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي؟ قال نعم، فأذن لهما. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر شنو هذه الكلمة؟ التأيدة عفوا، التأيدة أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلماني أن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالا نعم. فقال عمر إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وآله بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة
قسوة المال ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركناه صدقة. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتم ادفعها إلينا فقلت إن شئتم إلى آخر الحديث الذي لا يهمنا. وجدته عندك أم ماذا؟ نعم. شيلوا لي هذا. نعم نعم نعم. شيخ محمد بحثت عن هذا الحديث وجدته؟ لا أريد أن أسأل الشيخ. أيه؟ أقول له أنت يعني في اعتقادك أنت تظن أن عليا يقوم بهذا الفعل، يذهب إلى أبي بكر ويتلطف منه ويذهب إلى عمر ويتلطف منه أن يعطوه ميراث؟ أنا بمعزل الآن عن الجواب عن هذا السؤال لأني لم أتخذ هذا الحديث حجة لي، اتخذته حجة عليك، فانطق بما هو الحجة عليك. طيب اذكر لي السند سند الحديث. يا سبحان الله. عن الزهري عن الزهري. إيه؟ يعني بين مسلم والزهري كم رجل بين مسلم والزهري؟ وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك إمامك مالك بن أنس عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه. هذا السند مثل الذهب ما شاء الله، سند متصل كلهم ثقات. يلا شيخ محمد، ما الجواب؟ متى تعلن تشيعك؟ أنا؟ نعم. أعلن تشيع؟ ما شاء الله، سؤال تريد الشيخ يلقنك الشهادة شيخ محمد؟ ها؟ تريد الشيخ يلقنك الشهادة؟ شوف، دعنا الآن من هذا الكلام. أنا الحمد لله على بينة من ديني وأمري. يا أخي يا شيخنا، يعني صار كم حلقة تتصل؟ يعني ما قاعد تجاوب على اي مدح اي اشكال من اشكالاتكم اللي مليانه كلها اخطاء وكلها فضائح. اذا كان ازعجكم اتصالاتي انا لا اعاود اتصل. يا اخي انت انحصرت بزاويه ضيقه، دافع عن نفسك بصوره صحيحه او تعلن تشيعك، واحده من الثانيه. ما شاء الله. الان ما جبت، ما قلت لنا يعني أليس علي والعباس ها هنا مبتدعان إذن؟ شوف، هذا الحديث أنا ولله الحمد أرجع إلى ما قاله، إلى ما قيل في هذا الحديث. ومسلم صحيح مسلم كما تعلم أن الدار قطني قد، وصحيح مسلم للعلم صحيح مسلم عنده أصول في الحديث وعنده متابعات ومشاهدات. فأنا أرجع إلى صحيح مسلم ثم أقرأ الحديث ثم أنظر هل هو في الأصول أو في المتابعات والمشاهدات ثم أجيبك. أما أنني أعتقد في أن عليا ظالما أو أن العباس ظالما، حاشا، هذه عقيدتي من الأول. طيب المشكلة إن شاء الله ترجع وتتعلم أكثر وتعلم أن هذا الحديث ونظائره عبارة عن مأزق كبير عندكم، فإنه يعني لا يلجئكم إلا إلى واحد من أمرين، وهو إما الطعن بأبي بكر وعمر وتصديق علي والعباس أنهما رأياه ورأياه ك
كاذب آثما غادرا خائنا، وإما أنه يلزم منه يعني على الأقل تفسيق علي عليه السلام والعياذ بالله والعباس، إذ إنهما هكذا لأجل شأن دنيوي من الشؤون بهتا أبا بكر وعمر بهذه الأمور الأربع الخطيرة. والحديث صحيح متفق على صحته للعلم، ورواه أيضا البخاري للعلم، ولكنه حذف آثما خائنا ظالما غادرا وجعل مكانه كذا وكذا، يقول فرأيتماه كذا وكذا ورأيتماني كذا وكذا، وهذا يدلك على المأزق الذي تعيشونه. كنا نتمنى منك أن تكون يعني أن يفتح قلبك أكثر للهدى والإيمان، ولكن أتعجب أنت بنفسك تقول أنا سأرجع إلى ما قيل في هذا الحديث. إذا أنت تقلد الرجال فقط، لا تعمل عقلك مع الأسف، تريد فقط أن تستورد أجوبة شراح هذا الحديث ومن شاكل ممن حاولوا الفرار من مأزقه بتوجيهه بنحو ما. كنا نريد منك أن تكون أكثر جرأة، كنا نريد منك أن تكون أكثر جرأة كما طالبتك من ذي قبل كرارا، مع الأسف لا تلتزم معنا، حتى أننا قلنا لك يا أخي في خصوص المعتب بن قشير أنه رجل منافق وهو مع ذلك من أهل بدر، قلت لو جئتني بسند صحيح على أنه كان منافقا لا هزمتني، تقريبا قال هذه العبارة صحيح، وجئنا لك بالسند الصحيح ومع الأسف ما التزمت بكلامك.